البنات، نتمنى تكون على خير ونلقاكم الفيديو دي في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غنحضر معاكم وصفه جديده على القناه ديالي ناريس نونو، اللي هما مخمرات بالعسل والقرفه، كيجيو رائعين بزاف. كنصحكم انكم تجربوهم حيت ما تندموش كاع، حيت كيجيو زوينين بزاف. المهم ان شاء الله نبداو على بركه الله بالمقادير، اللي هما شي حاجه بسيطه ومتوفره في اي دار. هنا عندنا 250 غرام ديال الفينو، 250 غرام ديال الفورس، او لا يمكنكم تعبروهم بسلافه بحال هكايا بهذا القياس هذا. نعبرتهم بها. عندنا هنايا بيضه خماره حمراء، مرة بيضه. عندنا هنايا ثلاثه المعالق ديال سكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وقبصه ديال الملح. عندنا هنا مارغرين للحلويات، انا كنختار هذا النوع هذا حيت كيعجبني وكيجيبهم مورقين بزاف. عندنا هنا كاس ديال الزيت بقياس كاس ديال العنبه. عندي هنايا العسل والقرفه مزيان. المهم تبعوا معايا الخطوات ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم، حيت كيجيو واعرين بزاف وان شاء الله ينالوا اعجابكم وتجربوهم معايا. المهم حنا من بعد ما ذوبنا النص ديال المارغرين ديالنا، نزيد عليها هذيك الكاس ديال الزيت، غناخذ منهم ثلاثه ديال المعالق باش نعجنوا ان شاء الله جينا، والطبق نخليه باش نورقوا به المخمر ديالنا. نبدا على بركه الله، نخلطوا المكونات كاملين وكنعجنوا العجينه ديالنا قبل ما يكون شويه دافي. هذا بركه الله. في المكونات ديالنا كلهم، ودابا غادا نعجنو فيها كما سبق لي قلت لكم، خصها يكون شويه الماء دافي. البنات هذه هي العجينه ديالنا من بعد ما دلكتها مزيان، يعني من الاحسن انكم تدلكوها مزيان باش ينجح معكم 100%. ودابا غنغطوها بطابيه المونتاج ونخليها واحد 10 دقائق ترتاح، من بعد نرجع باش نقرصوها. غنحاول نبللها بحال هكايا باش نقطعها قطع متساوية. باش نشكلوهم على بحال هكايا ونخليهم يرتاحوا شي شويه عاوتاني باش نطلقوهم. هما كيتخدموا فحال الشكل ديال الملاعون بصح كنستمروا على هذا الشكل ستنساليو العجينة ديالنا كلها. خليهم يرتاحوا شي شويه ومن بعد نكملوا الطريقه ديال التحضير ديالهم. البنات دابا غنبدا نطلقوا في المخمرات ديالنا. هنا عندي شويه ديال الفينو، هنا عندي داك الزبده والزيت المذوبين. بسم الله كنحاولو نطلقو اللولة مزيان، كنحاولو
بعد ما طلقتها مزيان كندهنها شويه بهاد الزبده والزيت وندير لها شويه الفين وغنطوح بحال الطريقه ديال المسمن، هي ما غنديرش وحده فوق وحده باش تجيني في الطول في العرض ديالها تجيني كبيره. واحدة اخرى عاود ثاني كنديرو ربعة في وحدة. بعد ما طلقنا هاذي غندهنها بحال هاكا شوية سميدة وغنديرو فوسط منها هاديك لي ديجا درنا ونولي ونسدو عليها بحال ما نقولها. نزيدو تزيد نفس الطريقة غنطلقوها مزيان ونوليو نديرو في وسط منها هادي المجموعة من العذاب. ونجمعو عاود تاني بهاد الطريقة. دابا بقات لينا المرة الأخرى، يعني هذه هي الرابعة اللي هادي نطلقوها نديرو فيها الخمرة ديالنا. نكمل المخمرات ديالي ثلاثه بنفس الطريقه، نحطوها هكايا في المول ديالها الا ما تطلقنا شي شويه ونوليو ندقوها وديك الساعه نديرو لها الدريساج ديالها. هنا من بعد ما خليناها طلقات شي شويه راسها دقيناها فحال هكايا، دابا نبداو نزينو الخطوطه ديال القرفه على هذا الشكل. شكلهم معينات او لا يمكنكم تشكلهم على شكل مربعات، يعني داك كيبقى خصيري على حسب الذوق ديال كل وحده. دابا غنعمل البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال المخمرات ديالنا، كيجيو رائعين بزاف. وفي الاخير يمكن تزيدو لهم شويه ديال العسل باش كيجي المذاق ديالهم كيكملهم المذاق ديالهم، حيت اصلا ما كناش دايرين فيهم سنيده بزاف. وبيان سور كيبقى اختياري على حسب الواحد اللي كيبغي الحلاوه، كنصحكم تجربوهم حيت بصح كيجيو ولا اروع. وك
وكنتمنى انهم ينالوا اعجابكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وسبسكرايب باش يوصلكم اي جديد ديالي، ونلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله.